برحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم، خلاص الحجاج بيستعدوا لأداء فريضة الحج، وبكرة هيكون التصعيد لجبل عرفات. ودايما في الأيام دي الناس بتستمتع بالروحانيات والابتهالات الخاصة بفريضة الحج. طبعا هي فريضة مقدسة وشعيرة مقدسة جمانة. احنا في مصر دايما كده عندنا نكهة مصرية جدا، بهجة مصرية بالابتهالات والتواشيح والأناشيد في شوارعنا وحتى في الحارات المصرية. دايما أي حد مسافر الحجاز أو رايح الأراضي المقدسة بنشوف الصور والرسوم واللوحات حتى على الحوايط كده، وإحنا بنبارك لأهلنا اللي رايحين يزوروا بيت الله الحرام. الأناشيد جميلة جدا وليها وقع حلو جدا على الأذن المصرية كده، ومعانا المنشد الديني الشيخ أبو بكر الرشوان، منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر. أهلا بيك، كل عام وحضرتك طيب. منورنا. حضرتك طيب، ربنا يبارك فيك. ابتهالات وأناشيد الحج ويوم عرفة، شايفها ازاي في تراثنا المصري اولا؟ والله هو قبل ما يكون في تراثنا المصري فهو من العصر الجاهلي ومرورا بالعصر الإسلامي كان الإنشاد هو الوسيلة للتعبير عن الشعور الوجداني. ويمكن أكتر حاجة بتعبر عن كده لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، استقبله أهل المدينة بالأنشودة الجميلة المعروفة: طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع. فكان الإنشاد وما زال هو التعبير الجميل عن الوجدان. يعني أكتر حاجة بتصبرنا إحنا مثلا كناس ما كناش موجودين في الحج ومش هنكون موجودين في عرفة، وربنا يكرمنا ونكون جميعا العام القادم على عرفة، هو سماع الإنشاد الذي يعبر عن شعور الحجاج. وتجد هذا في الشخص الذي ذهب إلى الحج وزار الحج، حينما يسمع أنشودة تعبر عن الحج أو تصف مناسك الحج يعني ينهار ويبكي، لأنه ذاق حلاوة هذا الأمر. يعني فالإنشاد كان وما زال هو التعبير الوجداني الجميل الذي يعبر عن الوجدان الإنساني المحترم. يعني الحقيقة أنه مصر، يعني خلينا نقول أنه في هذا المجال تحديدا هي تتربع على عرش الإنشاد الديني. ولكن الإنشاد الديني له قواعد، لو حضرتك تعرفنا على قواعد الإنشاد الديني. هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي أن مصر هي متربعة في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، وتركت لنا تراث كبير جدا ومشايخ عظام زي الشيخ طه الفشني والشيخ محمد عمران والشيخ البهتيمي. طبعا. فكل دول تربوا على مشايخ أخرى. يعني لما نشوف الشيخ البهتيمي كان في مدرسة الشيخ محمد رفعت، فأول حاجة الإنسان يعملها أن يكون عنده الخامة، أن يكون عنده الموهبة، ويسلم لشخص دارس وفاهم يعلمه وينمي عنده المهارة دي، ويعلمه إزاي يقرأ القرآن وإزاي يستخدم المقامات الصوتية ويتبنى. لكل مجال لابد أن يكون في شيخ يعلمك. يعني المشايخ يعلمون الدين، والأطباء يعلمون أو يعلمونهم الناس اللي تدرس عندهم الطب. كذلك في الإنشاد لابد أن يكون لك شيخ يعلمك أساليب الإنشاد ويعلمك طرق الإنشاد، ومن ثم حفظ وسماع ما كان من المنشدين السابقين لكي ينمي عندك مهارة السمع. يعني مين هو شيخ أبو بكر الرشوان؟ يعني مين اللي تعلمت على أدائه وكنت بتحب دايما تسمعه وتحب دايما تشوف ابتهالاته وتواشيحه؟ والله هو مجال الإنشاد عامة جه معايا بسبب إذاعة القرآن الكريم. فأنت تعلم أن إذاعة القرآن الكريم في كل بيت مصري 24 ساعة. فسماعي للمشايخ حببني في الإنشاد، فبدأت أسمع وبدأت أقلد الشيخ محمد عمران. هو أكتر حد يعني أثر فيا جدا. وبعد كده تبناني شيخي الشيخ يسرى عزام، ربنا يبارك فيه في الحج دلوقتي، وسلمني لبعض من المشايخ علمونا وعلمونا المقامات الصوتية، منهم أخي الشيخ محمد الجزار مبتهل بالإذاعة، علمنا المقامات الصوتية وعلمنا كيف نستخدمها. يعني فكان من القدامى شيخي ويعتبر المربي الروحي لي هو الشيخ محمد عمران، ربنا يرحمه ويهني روحه يا رب. طيب تحب تنشد لنا ايه دلوقتي؟ تنشد استاذ مشرف؟ عايزين نسمع بقى. طبعا يعني نقول حاجة عن الحج ان شاء الله. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيا
جئتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي فإذا وصلتم سالمين إلى منى فإذا وصلتم سالمين إلى فبلغوا مني السلام فبلغوا مني السلام إلى الحبيب الهادي. شيخ ابو بكر، عندنا تراث هائل جدا من الاناشيد والابتهالات الدينيه، وطبعا زي ما حضرتك ذكرت اسماء واقطاب طبعا في الانشاد الديني والمصري تحديدا في مدرسه مصريه زي مدرسه التلاوه بالظبط. سؤال لحضرتك، ايه اللي يميز انشوده عن انشوده اخرى؟ يعني ايه اللي يخلي انشوده تعيش في ذاكره المصريين اكتر من انشوده اخرى؟ طبعا هو بدايه اول حاجه يعني القبول، ان ربنا يضع لانشوده او لكلمات معينه قبول، يكون كتبها عالم من العلماء أو شاعر من الشعراء، كتبها بإخلاص وبصدق، ومن ثم أداها منشد أيضا بإخلاص وبصدق. فأول حاجة اختيار الكلمات التي تلامس وجدان الناس، ومن ثم المنشد أو المبتهل الذي يؤديها أداها بلحن جميل وبصوت عذب أثرت وما زالت موجودة في أذان الناس. فهي يعتبر العامل الأساسي الكلمات والمنشد الذي يؤدي الأنشودة. طيب أعتقد أنه المنشد برضو يجب عليه دراسة المقامات الموسيقية، يعني لأنه هو لون من ألوان الفن بيتناول موضوعات دينية. أكيد دراسة المقامات الموسيقية مش صعب، مش سهلة، مش شيء سهل بأي شكل من الأشكال. فعايز أعرف من حضرتك، هل بالفعل حضرتك درست يعني حتى فكرة أنه دمج المقامات الموسيقية مع كلمات مختارة، أن الإنشاد الديني ليه كلمات تكون خاصة بيه، فعايز أعرف من حضرتك يعني إزاي التوليفة دي بتحصل؟ هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت أن لابد للمنشد أن يكون معاه آلات أو عدة، أي صنايعي بيكون مع العدة بتاعته اللي بيشتغل بيها. فعدة المبتهل أو القارئ صوته واستخدامه للمقامات الصوتية. فاستخدامك للمقامات الصوتية تستطيع أنك تعبر عن معنى آيات القرآن الكريم وعن معنى الكلمات اللي أنت بتقولها. زي ما حضرتك قلت أن مش كل الكلام واحد، بل في حاجات فرح، في حاجات حزن، في حاجات اشتياق. فلابد أنك تستخدم المقامات الصوتية في التعبير عن الكلمات دي حتى تصل لوجدان الناس. واكيد كل منشد بيكون ليه بصمه وبيكون ليه يعني لمسه بيحطها، يعني ممكن انشوده يكون ناس كتير قالتها بس يقولها منشد عن منشد تختلف، لانه بيحط البصمه بتاعته وصوت بتاعه وبيحط مدى تعلمه وتعلقه بالمقامات الصوتيه في الانشوده دي. وبيحصل تجديد كمان، تجديد في الابتهالات والاناشيد القديمه بالاداء وكمان بكلمات جديده، يعني حتى كلمات عصريه كمان جديده بشكل كبير. حابين نسمع حاجة تانية فيها حالة الفرح اللي بيعيشها ضيوف الرحمن، لأنه إحنا يعني بكرة إن شاء الله تصعيد على عرفات، ربنا يا رب كده يعني يقدر كل الحجاج وكل ضيوف الرحمن على أداء الركن الأعظم في الحج، طبعا ركن عرفات. فنسمع حاجة فيها كده بهجة وفرح الحاج.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي اغفر إليك لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم واسمه قسم من أعظم القسم ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا صل على خير الورى ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا صل على خير الورى هل دعاك الشوق يوما للسرى نحو بيت الله في أم القرى هل دعاك الشوق يوما للسرى نحو بيت الله في أم القرى ورأيت البيت يبدو نوره من جلال الله ربي نورا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا صل على خير الورى رحمات كل يوم عنده من إله نزيلة للورى رحمات كل يوم عنده من إله نزيلة للورى كل من طاف به أسعده غفر الله له ما قد جرى ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا صل على خير الورى جميل. طيب المدرسة المصرية للإنشاد الديني مدرسة مختلفة ومتفردة طبعا. بس بتختلف يعني وحتى في المدرسة المصرية في عدة مدارس كمان أكيد. لكن لو هننظر للمدرسة المصرية بشكل واسع بتختلف إيه عن أي مدرسة إنشاد ديني تاني؟ هو طبعا أكبر مدرستين مشهورين في العالم كله المدرسة الدمشقية اللي هم السوريين والمدرسة المصرية هم ناس لهم ثقل كبير في الإنشاد الديني وليهم وازع بأنهم هم كانوا بيألفوا الكلام المشايخ الكبار كانوا هم بيألفوا الكلام وأيضا كانوا بيلحنوا وبدأ عندنا في مصر اللي خلاها تتنوع وخلاها تتفرد وتتربع كما ذكرنا في مجال الإنشاد الديني حاجة اسمها الموشحات الدينية لأن عندنا اختلاف كبير ما بين منشد ومبتهل ومداح لأن المبتهل اللي هو يقول كل ده المبتهل يستطيع أن ينشد ويستطيع أن يمدح لون المديح هو المعروف في الموالد اللي هو يعني شيخ والمتربع فيه وعميد الشيخ ياسين التهامي أما نوع الابتهالات الدينية فهو بيكون مناجاة الله سبحانه وتعالى اللي بيقوله مثلا المبتهلين في إذاعة القرآن الكريم في فجر أي فجر يقال أما الإنشاد فهو يكون إنشودة تلحن ليها نمط ورتم موسيقي تقال
في عكس الابتهالات، فالابتهالات مطلقة يعني ليس يكون المبتهل مقيد برتم معين. فطبعا اللي خلى مصر تتربع في هذا إنها تنوعت صحيح. في الحاجات دي كلها، عندها تواشيح وعندها ابتهالات وعندها مديح وعندها إنشاد. والشعب المصري بطبيعته محب للحاجات دي، فيها المزج ما بين الشعبي والصوفي. حضرتك يعني قلت المدرسه الدمشقيه والمصريه، وكمان المغربيه كمان في الغنى الصوفي في المغرب العربي. الحضارات طبعا مهم جدا. طب نرجع مره تانية بقى للجمهور، لانه زي ما حضرتك قلت في فرق ما بين المبتهل والمداح ومن يعني يقرا التواشيح. الجمهور دلوقتي اختلف، يعني في جمهور بيروح لحفل انشاد ديني بيحب يسمع، هل ذوقه كمان اختلف؟ لانه في اجيال من الشباب كمان بداوا يقدموا الابتهالات والتواشيح الدينيه بشكل مختلف، بايقاع طبعاً. وصل لشريحه صحيح. كبيره جدا من الشباب. التجارب دي شايفها ازاي، وازاي اختلفت وتفاعل الجمهور معاها؟ ايوه طبعا، الحاجه الجميله اللي حدثت في العصر الحالي ان بدا الشباب ينزلوا للمستوى او للتطور الموجود من رتم الموسيقى باستخدام الحان كمان موسيقيه، باستخدام الحان موسيقيه وتيمات جديده بالظبط، تخلي الشباب اللي طالع اللي هو بدل ما يتجه للغناء ويتجه للمهرجانات وغير ذلك يتجه لسماع الانشاد، لانه بنفس الات الموسيقى وبنفس الرتم وتسمعه وتنبسط بيه جدا. فده كان نوع من التطور، يعني احنا ابتدانا بالموشحات وانتهينا في العصر الحالي في الأناشيد التي يعني تكون موجودة في كل الحفلات وفي كل المناسبات. أنا حاسة إن إحنا قطلنا على السادة المشاهدين، فنحب نسمع برضو من حضرتك حاجة تانية. تمام، أنا هقول حاجة من كلمات سيدنا الشيخ صالح الجعفري ومن ألحان الشيخ محمد الجزار، وأنا استأذنته قبل ما أقولها يعني إن شاء الله. وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. الله أعطاهم والسعد وافاهم، الله أعطاهم والسعد وافاهم، وصلوا فحياهم حبي رسول الله. وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. قاموا من الفجر نظروا إلى البدر، قاموا من الفجر نظروا إلى البدر، قرأوا من الذكر آيا بذكر الله. وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. قالوا أتيناك لما عشقناك، قالوا أتيناك لما عشقناك، الله أعطاك يا صفوة لله. الله، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، امتعتنا الحقيقه واكيد امتعت الساده المشاهدين. المنشد الديني الشيخ ابو بكر رشوان، نورتنا يا فندم. كل سنه وحضرتك وحضرتك طيب. نورتنا وشرفتنا. الله يكرمك.